حمص الصامدة، حي جورة الشياح، 26/9/2013. الدخان المتصاعد نتيجة القصف المتواصل لعصابات الأسد على الحي. الله أكبر. الله أكبر. حمص الصامدة، الدخان المتصاعد نتيجة القصف المتواصل من قبل عصابات الأسد على أحياء حمص الصامدة، 26/9/2013. الله أكبر. الدخان متصاعد نتيجة القصف المتواصل والعنيف من قبل عصابات الأسد على كافة أحياء حمص المحاصرة. الله أكبر. حمص الصامدة، 26/9/2013. آثار القصف المتواصل والعنيف على كافة أحياء حمص المحاصرة. الله أكبر. الدخان متصاعد نتيجة القصف المتواصل. الله أكبر. حمص الصامدة، 26/9/2013. الدخان متصاعد نتيجة القصف العنيف جدا والمتواصل على كافة أحياء حمص المحاصرة. الله أكبر. استهداف جامع باب السلام في حي القرابيس، 26/9/2013. الله أكبر. الله أكبر. 26/9/2013. آثار سقوط صاروخ على حي القرابيس داخل حمص المحاصرة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.